شرعت دوائر النظام السوري والقوى التي تسير في ركبها إلى تحويل معابرها الغير شرعية إلى ممرات لنقل المسلحين وخطوط للإمدادات العسكرية واللوجستية، حيث عملت هذه المجاميع على إثارة الرعب وبث الفوضى وتخريب الممتلكات العامة بشكل ممنهج تحت شعارات عرقية وتصوير ما يحدث أنه صراع عربي كردي، واستمرار للفتنة التي انتهجتها كسياسة طيلة سنين حكمها. وعليه فإننا كإدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا نؤكد دعمنا الكامل لجهود قواتنا في إتمام واجباتها، ونصر على محاربة كل ما من شأنه ضرب النسيج الاجتماعي الذي بني بدماء أبناء المنطقة من كل مكوناتها، كما نهيب بعشائرنا أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية كما كانوا عبر تاريخهم صمام أمان للوحدة الوطنية، ونحمل التحالف الدولي مسؤوليته تجاه ما يجري، ونطالب بدعم حقيقي لجهود قواتنا في فرض الأمن والاستقرار لما يخدم مهامها في محاربة الإرهاب. الرحمة للشهداء، وعاشت قوات سوريا الديمقراطية. دير الزور فيها 4/9/23. عاشت عاشت عاشت.